احنا الزمالك في الحمامات ربحنا اول ماتش 7 أهداف الحمد لله، ربحناه في نهائي البطوله العربيه وربحناه بعدها باسبوعين في نهائي البطوله الافريقيه، حاجه مش جديده علينا الحمد لله. بنعرف ازاي ان احنا نمشي بطوله ازاي. الموضوع مش مباراه، الناس بتتكلم دايما مباراه، لا الموضوع انك ازاي تعمل تشال بطوله كامله. الحمد لله مبروك علينا التتويج الحقيقه، قد مش نقول لك تتويج بعد تعب شويه بالحق، يمكن اكثر كومبيتيسيون وكل اللي تعبت فيها معناها ملي بدي بلعب كل تيتر الحقيقه بدمه عملنا الحقيقه. ما تخنش بالكومبيتيسيون بالكدا، الماتشات اللي في الدور الاول ما كانوش ماتشات باهيين، اما الناس كل تعرف اللي جروب كيما هذا كي تحك ركاب ما تلقى كان الرجال. الحمد لله مبروك علينا، مبروك على جمهور الترجي، مبروك على رئيس النادي، مبروك على كل واحد تعب. تحضيراتنا مزيت من الوقت ما مشيتش خساره كيكه الحمد لله. اليوم ورينا شكون الاسبيرونس، يقول لي في الفاز دو بول خسرنا مع دي بي دي تاي صغار، يقول لي اليوم صلحنا الغلط نتاعنا والحمد لله معناها.